السلام عليكم يا اقوى مبرمجين. هذا الفيديو حيكون الفيديو الثالث لان بالسيريز اللي عم نبنيها بالباي جيم كورس اللي هو عباره عن 3 فيديو بلخصوا المبادئ الاساسيه بهيدي اللايبراري الاكثر من رائعه لنقدر نبني جيم من الصفر. الجيم اللي بلشنا فيها هي الالين انفيجن جيم، مثل ما لاحظنا بلشنا باول فيديو اللي هو نمبر 13 لان بالسيريز الكبيره تبع بايثون لانجويج. بقلبه عملنا سيتنجز تاعنا، كيف الويندو، كيف شكل الويندو، قد ايه حجم الويندو، شو هي تفاصيله لهالويندو، تفاصيل الشيب اللي عم نحركها يمين وشمال، اي مركبه كانت، اي سلاح عم نستعمل، كيف نحرك يمين، كيف نحرك شمال، كيف ننفق سبيس لنقدر نعمل بولتس وغيره. كل هالامور كانت الاساس لنقدر نبلش. من بعدها انتقلنا للفيديو نمبر 14 وخلقنا فيه الالينز، الاعداء يلي نحن بدنا نهاجمهم لنقدر ندمرهم. الاعداء يلي نحن هدفنا البولت تضرب فيهم لينفجروا اثنيناتهم او يختفوا اثنيناتهم من الخريطه اللي قدامنا. من بعدها بعد ما عدلنا بالسيتنجز وعدلنا بكل هالامور وقلنا اذا دقفنا حنخسر، وصلنا للمرحله النهائيه اللي هي التيتوريال الحالي اللي هي نمبر 15. بهذا التيتوريال المفروض نحن لما نبلش لعبه نخلق باتن بلاي باتن على اساس نبلش الجيم، نخلق الزخرفات تبعون سكرين تاعتنا، الزخرفات تاعون اللعبه اللي عم نلعبها، مثل السكور، يكون في عندي هاي سكور، وكل ما اتعدى هيدا السكور يصير في عندي هاي سكور جديد. سيتنجز تاعت اللعبه تتغير، السرعه تبعت الاعداء تتغير. اذا بدنا بعدين البولتس يتغيروا، الباك جراوند تتغير، المراحل تتغير، كون بالفضاء مثلا ليل نهار، كثير امور تتغير، في اوبجيكتس عم يجوا علي، كل هالامور نحن بنقدر نعدلها باللعبه تاعتنا. بس نحن هلا عم نتعلم بس الاساس تبعها لنقدر نقلع باي جيمز حبينا نخلقهم. طيب بهالفيديو شو حنعمل؟ اللي حنعمله انه حنخلق الباتن اللي هي ستارت وريست باتن، غيرها حنغير نخلق سكور، حنخلق الحياه مشان بس اتدمر ينقصوا من الحياه تاعتهم. كل هالامور حنعملها مثل زخرفات للجيم تاعتنا وعلى اساس نبلش الجيم ونلعب بهيدي الجيم. لهيك تابعونا بهيدا الفيديو وخلينا نبلش ننهي الجيم تاعتنا اللي بلشنا فيها. واكيد بالفيديوهات اللاحقه حيكون بروجكت جديد، والبروجكت الجاي حيكون بالنمبر 16 اللي هو داتا فيجواليزيشن. لهيك ضلوا عم تتابعونا بالشانل لنضل ننزل فيديوز يليقوا فيكم. ثانك يو. مثل ما قلنا هيدا الفيديو الاخير لنا بالالين انفيجن جيم هو الزخرفه تبعتها. فاللي عملته انا فتحت جوبيتر نوت بوك كالعاده وخلقت الفايلات اللي عاملينهم قبل الكلاسات اللي نحن خلقينهم، وكل فايل هو دوت باي. اوكي، وكيف جزئنا الشغل تاعنا، عملنا ريفاكتورينج له، كل هالامور شفتوها بالفيديوهات السابقه. هلا اذا خليني افتح اذا بدكم التيرمينال لنقدر نعمل ران للالين انفيجن جيم ونقول شو بدنا نعمل. اوكي، فاول شغله بعد ما تفتح التيرمينال المفروض قلنا بنروح على الدايركتوري تبعنا، فCD change directory. وين الدايركتوري؟ الديسكتوب. في عندي فايل مسميه انا alien invasion، انتم فيكم تسموا الفايل اللي بدكم اياه اكيد، لنفترض انه ماشيين مثلي. الفايل اسمه alien invasion موجود على الديسكتوب، انتر. انا صرت بقلبه للفايل change directory. هلا صار بقدر اعمل ران لهالفايل موجود بقلبه بايثون، لاعمل له ران لانه هو بايثون فايل. اسمه للفايل alien dot sorry underscore invasion، ما ننسى دائما الاسم بيكون اندرسكور اذا كان مؤلف من اكثر من كلمه. دوت باي لانه نوعه بايثون فايل. هلا حيعمل ران هو للفايل تاعي. هلا حنشوف الران. hello from python committee. دلنا فتحنا الفايل، نلاحظ هو عباره عن جيم، عندها سرعة معينة وبقدر أوصل أنا 3 بولتس بالوقت كيوب. طيب اللي نحن شايفينه هن عبارة عن 3 aliens. أوكي، 3 aliens بس. أنا كان بدي تلي الشاشة بالaliens، لا أقدر أعمل هيك، هروح على الالين في عندي أو الالين invasion في عندي function create alien، نتأكد منها create alien. أوكي، بهيدي الفانكشن انا بقدر بكل بساطه شيل البلس الموجود هون، حط تايمز وشيل البارنتيز من هون، يعني غير الالين اكس البوزيشن تبعتهم غيرهم. هلا اذا بعمل سيف وبعمل ران للفايل مره ثانيه حلاحظ انه خلق جروب اوف الينز. اوكي، مش بس 3 روز قلم واحد، لا
حيكونوا عدة كولمز مع ثلاثة روز، اوكي؟ بقدر اقوص انا. هلا بنلاحظ انه دغري حاخسر، تمام؟ دغري عم بخسر لانه السرعة تاعتهم كتير قوية. فأنا المفروض كيو المفروض غير بالسرعة. كلمة غير بالسيتنجز تاعي المفروض روح على الكلاس سيتنج. مشان هيك نحن منظمين شغلنا كله، اوكي؟ فليت اللي هن هول جروب اوف الينز دروب سبيد حعملها 10، فينا اكيد نبطئها وفينا نسرعها مع ليفلز، يعني كل ما يطلع الليفل كل ما السرعه تزيد مثلا 1 اوكي او 2 او 5 حسب نحن كيف بدنا نعمل اللعبه. عملنا لها سيف، خليني نروح على التيرمينال وعمل لها رام مره ثانيه وبنشوف انه هلا السرعه المفروض تصير ابطا. صرت قادر خلص الجيم تاعتي، اوكي؟ صرت قادر خلص الجيم تاعتي. بدي بطئها هسه اكثر، اكيد بقدر بطئها اكثر، اوكي؟ بدي زيد البولتس، اكيد بقدر زيد البولتس. طيب شو الشغلات الموجوده هون قدامي اللي انا مش مناسبتني؟ اول شيء الارو هيدا اللي هون موجود قدامي على الشاشه المفروض يختفي. ثاني شيء مجرد ما اقلع انا الجيم بنلاحظ غيري عم بلش، يعني ما في فأس اسم ستارت لانا بلش، اوكي؟ ثالث شيء انا ما بعرف السكور تاعي، اوكي عم دمر الينز بس انا ما بعرف السكور تاعي قد ايه عم يزيد وما عندي ماكسيموم سكور عم بوصل له وكل مره عم حاول اتخطى. ما عندي ليفلز لإله، ما عندي الحياتات، يعني انا اوكي حاطط انه ثلاث مرات بس ما في شيء عم يدلني انه انا كم مره صرت خسران، يعني خسران انا مره طيب هلا حخسر المره الثانيه بس ما في شيء عم يدلني كم مره، اوكي؟ فالمفروض انا اعرف كم مره عم بخسر واعرف انه بس لاخسر فيني اعمل ريسات للعبه وبلش فيها من الاساس، اوكي؟ فكل هالامور من زخرفات الجيم هي اشياء مثل ما بيقولوا كماليات بس اساسيه لانا اشوف النهايه لزين هيدي اللعبه لشوف شو عم يصير باللعبه. صحيح هي زخرفه للشاشه بس هي كمان اساس من شغلي. لهيك هلا اللي حنعمله حنخلق ستارت باتن، من بعدها حنغير نخلق سكور، نخلق الحياه اللي عم نشوفها وغيرها. حافظ كيو ونبلش نحن بالكود تاعنا. انا بالجيم ستيتس كلاس اللي انا خالقه كان عندي الفانكشن او عم بعمل ريسيت لستيتس، اوكي؟ طيب هلا بالجيم اكتف خليني اعملها ان اكتف. ليش؟ لانه الشيء اللي حيخلي الجيم تصير اكتف هي ستارت باتن، يعني مجرد ما افس انا على باتن اللي هي ستارت حتصير هيدي الجيم اكتف. فانا هون ستارت جيم ان 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 اكتف مود ستيتس، اوكي؟ بلش لي اياها بالان اكتف فولس، حبلشها ان اكتف لانه الشرط ليخليها تصير اكتف هي انه تنفقس البطن. الشرط انه تنفقس البطن. سيف. طيب خليني نسكر، خلي اللوكال هوست ما بيأثر، خليني اخلق فايل جديد هو تكست فايل. هيدا الفايل اسمه بطن، اوكي؟ هيدا الفايل اسمه بطن. شغلته لهيدا الفايل، شغلته لهيدا الفايل، سوري خلقناه نوت بوك، خليني طفي اعمله شات داون، من بعدها اعمل له ديليت. حاخلق دغري تكست فايل مش بايثون نوت بوك، حسميه بوتن دوت باي، بوتن دوت باي. هيدا الفايل اللي انا حاشتغل عليه هو عباره عن كلاس للبوتن. اول شيء امبورت باي جيم دوت فونت، نزل لي مثل كاني عم بقول الفولدر اللي هو فونت من الباي جيم لايبرري اللي بقلبه فانكشنز بقدر استعمل، اوكي؟ بس بما اني مبلش ب لور كيس يعني هيدي فانكشن، دخلت فانكشن من باي جيم. طيب كلاس اسمه باتون، اتفقنا مجرد ما نقول كلاس اول حرف منه بيكون كابيتال. مجرد ما نقول كلاس الشيء اللي بيخطر على بالنا هو اول فانكشن بالكلاس اللي بتعمل رام باي ديفولت، يعني دغري مجرد ما اقلع الكلاس او اخلق انستنس لهيدي الكلاس دغري حتعمل ران هيدي الميثود اللي هي init underscore underscore بتاخذ self وكمان حتاخذ AI game واكيد حتاخذ message نقطتين انتر. هلا بنشوف ليش doc string شغلتها initialize
لمين؟ للباطن اتريبيوت. اوكي دوك ستينج بدي سكره ثلاث مرات. تمام. طيب كيف بنعمل انشرايزيشن له؟ سيلف دوت سكرين ايكوال اي اندرسكور جيم دوت سكرين. نرجع سيلف دوت سكرين اندرسكور ريكت ايكوال سيلف دوت سكرين دوت جيت ريكت. يعني هلا انا مجرد ما اقول سكرين كاني عم اقول اي اي اندرسكور جيم دوت سكرين، ولما بقول سكرين دوت اندرسكور ريكت كاني عم بقول سكرين دوت جيت ريكت فانكشن عم عيط لها. اوكي عملنا لها initialization. هلا لازم نحط ال dimensions وال properties تبعون هيدي ال bottom اللي انا عم بخلقها. set the dimension and properties of the bottom. شو هن ال dimensions وال properties تبعون لل bottom؟ self dot مجرد ما اقول dimension يعني width و height، وإذا بدي بغير الكولر والتكست المكتوب بقلبها والفونت تبع التكست المكتوب بقلبها. اوكي هول هن الاساسيات تبعون الدايمنشن بروبرتي. دايمنشن يعني ويدز وهاي. فانا حاخلق سيلف دوت ويدز سيلف دوت هايت، فينا نخلقهم مع بعضهم، فينا كل وحده على سطر 250. اوكي اعطيت القيمه للويدز هي 200 وللهايت هي 50. اكيد فيني غيرها حسب انا كيف بدي شكلها وغيره. اوكي فيني كل وحده على سطر اكيد، بس نحن حطينا كمها على سطر واحد، حطينا اثنين بارامتر اللي عندنا اياهم للدايمنشن. طيب هلا خليني احط الكلر تاعي سيلف دوت باتون اندرسكور كلر. الباتون كلر ار جي بي 0 255 ان جرين 0 ريد جرين بلو. حطيت الجرين هو اول شيء 255 والباقيين صفر، يعني لونها اخضر. اوكي اكيد كمان فيني غير اللون مثل ما انا بحب. self dot text color النص المكتوب بقلبه اكيد ما حيكون لونه اخضر لانه ما حيبين، فلازم انا اغير اللون تاعه. حطه 255 255 255 اسود. اوكي طيب self dot الفونت تاعي الفونت تاعي self dot font equal اللي حيكون هو pi game font pi game dot font اللي عملنا له import أول شيء dot بقلب هالfont في function اسمه sys font حاعطيها none وارجع اعطيها 48. اوكي يعني الحجم تاعه والستايل تاعه، ستايل ما اعطيته ستايل معين، اعطيته الحجم تاعه. تمام فهيك انا اعطيت الدايمنشن لالي باول سطر والبروبرتيز تبعون البطن بثلاث سطور الباقيين. هلا خليني ابني هاي البطن build the buttons rect object and center it. لازم تكون عالنص. طيب كيف بنبنيها؟ self dot rect equal by game dot rect. طيب شو بتاخد هيدي الفانكشن؟ بتاخد 0 0 self dot width width تاعي self dot height. تمام حتاخد rect rect object يعني عم نخلق نحن البطن عم نبنيه للبطن 0 0 الويدز تاعها هو الويدز والهايت تاعها هو الهايت. تمام طيب من بعدها كانه عم نخلق 3 دي بطن او 2 دي او 2 دي بطن. اوكي من بعدها حطها بالسنتر تاعي، لازم تكون موجوده بالسنتر تبع الويندو اللي انا خلقه self dot rect center equal self
دوت سكرين لانه انا بدي حجم سكرين اندرسكور راكت دوت سنتر. يعني عيطنا من سكرين راكت تاعنا يعني حجم الويندو تاعنا انلو عيط للسنتر تاعك يعني يكون بالسنتر تبع السكرين اللي احنا موجوده فيها. اوكي اخر شيء بدي اكتب المسج يلي موجوده اندرسكور او سوري هاشتاج ذا مسج او ذا باتن مسج needs to be prepared only once. Okay, only once. Self dot underscore prep underscore message. نفتح لها message. Okay. هيك نحن عم نحضر المسج تاعنا يلي هي موجودة باي ديفولت لما انا عم بخلق او عم عيد لكلاس البطن. تمام؟ طيب كل هيدا كيف نخلقه؟ بما انه قلنا بريب مسج فانكشن عيد له وبتاخد مسج مفروض انا اخلق الفانكشن يلي إيه له علاقة فيها او هيدا الاسم بريب مسج بريبد مسج اخلقه للفانكشن def underscore prep underscore message بفتح self كما message سكرها نقطتين enter doc string شو شغلتها لهيدي turn message into a render image and center text on the button. نقطتين بسكر الدوك سترينج. اوكي طيب هلا خلينا نشتغل عليا self dot message image equal شو هي المسج image self dot font dot render. صحيح نحن عم نشوف فانكشنز جديد بس حقيقة انه الاستعمال تاعهم حيصير نفسه. يعني انا مجرد ما اقول بدي اعمل مسج او اعمل باتن تفاصيل هيدي حتكون نفسها اللي حيتغير الحجم تاعها الكالر تاعها التكست تاعها المسج تاعتها الكالر تبع التكست كل هالبروبرتيز حيتغيروا بس الاساس تبع الباتن كلاس حيكون نفسه. اصلا فينا نروح على جوجل نكتب باتن هاو تو كرييت باتن ان بايثون ان بايثون دغري حيطلع لنا الكلاس جاهز ونعدل عليه. اوكي بس احنا هلا عم نفهم شو شو الهدف منهم شو البارامترز عم نعطيهم مشان نعرف كيف نعدل عليهم. اوكي فمش مضطرين نحفظهم يعني القصد انه جوجل حيساعدنا لنلاقي كل هالامور بس نحن لهدف نعرف كيف نعدل عليها render لا message كما true كما self dot text underscore color شفناها فوق. اوكي كما self dot button color سكر البرانتاز انتر. من بعدها حنقول self dot message underscore image underscore rect equal self dot message underscore image underscore sorry underscore image dot get rect. اخر شيء self dot message underscore image underscore rect dot center لأنه نحن قلنا بدها تكون بالcenter equal self نفس الفوق self dot rect dot center. تمام من وراها أنا لما عم بخلق المسج تاتي أو التكست تبعت هيدي المسج حتكون موجودة بالcenter فهيدي الفانكشن هيك شغلتها. أوكي طيب هلا المفروض اخلق فانكشن شغلتها لفانكشن ترسم لي
ترسم لي هيدي الباتن def لمين لدرو فانكشن درو باتن شغلتها ترسم لي هيدي الباتن تاتي بتاخد سيلف اوكي بتاخد سيلف دوك سترينج او فينا دوك سترينج لانها فانكشن او ميثودز بقلب كلاس draw blank button and then draw message سكرنا الدوك سترينج الهدف تاعي انا اخلق button فاضي رسمنا الشكل تاعها ومن بعدها عبيتها text message والcolor تبعها وغيره اوكي طيب self dot screen dot fill طيب شو بدي اعبي بقلبها self dot button underscore color comma self dot rect object تاعي اللي انا عم بخلق self dot screen dot split self dot message underscore image comma self dot message underscore image underscore rect تمام خلينا نسكر البرانتيز نحن على هالاساس المفروض نعمل drawing ل هيدي البطن هعمل save حلو على الالين انفيجن كلاس بقلب الالين انفيجن كلاس هنعمل import لهيدا الكلاس اللي نحن اشتغلنا عليه from button or from button module import button class تمام من الفايل button اللي هو .py موجود ليكون button دخل لي button class تاعي file save او control s اوكي طيب دخلته انا للفايل هلا صرت قادر عدل عليه لان بالنهايه بدي اخلق انستنس شو هي المسج المكتوبه بقلبه ولينخلق اوكي يعني انا اوكي عملت له امبورت على الالين انفيجن اللي عم بيعمل لها ران بس المفروض يخلق عندي شيء اوكي المفروض يخلق انستنس وبقلبه المسج بدها تنكتب تمام المفروض يخلق انستنس وبقلبه المسج يلي بدها تنكتب طيب لاعمل هالشيء هقول make a play button بس نوضح انه هذا السطر هو اللي حيعمل create button شو مكتوب بقلبه قلنا هو instance self.play button سميه play button equal button وهيدا الكلاس هيدا الانستنس تبع هيدا الكلاس button اوكي بقلبه self كما والمسج تاتي والمسج هي play او start بدنا اياه اوكي فانا المفروض اخلق الانستنس لاقدر عيط للكلاس باتون ومشغل اللي بقلو يعني تعمل run لهيدي الانيت method by default اوكي لتنقدر نعمل لها run تمام فانا ما فيني اعمل run لهيدا الكلاس الا اذا خلقت انستنس من هيدا الكلاس واعطيته الباراميترز تاعونه اللي هي هون اهم باراميتر اللي هي self تمام طيب اوكي انت خلقت انستنس لتعمل تقدر تعمل اكسس من هيدا الانستنس لاي ماتد موجوده بهيدا الكلاس اوكي لاي ماتد موجوده بهيدا الكلاس والماتد اللي بدي اعمل لها اكسس هي درو باتون لاقدر انا ارسمه لهيدا الباتون قدامي تمام فانا كنت خالق قبل كلاس اللي هي درو الين بظن خلينا نروح على الابديت سكرين بظن اخر شيء حاطين الابديت سكرين ابديت سكرين بقلبها في قبل ديسبلاي فليب لانه حيعرض كل شيء على الشاشه قبلها في عندي هون سيلف الين دوت درو ارسم لي هيدا الالينز او هول الالينز على الشاشه قدامي اوكي هلا بدي ارسم البلاي باتون درو ذا بلاي button if the game is inactive
يعني قبل ما بلش انا الاكتيفيشن تبع هيدي، اوكي قبل ما بلش الاكتيفيشن تبع هيدي الجيم. لهيك if not self dot states تبعت الجيم، states تبعت الجيم active، okay self dot states للجيم active، إذا منا active يعني false، active game هي false يعني inactive game، self dot play underscore button اللي هو الانستنس تبع الكلاس اللي فوق dot draw، عمل لي access للfunction draw button أو للmethod draw button. اوكي يعني إذا كانت هيدي الجيم inactive، if not game active يعني inactive game، هيدا الانستنس اللي خنقلاه من الكلاس button اللي هو play button اللي عنده الماسج تيت وهي play، عيّت لي للماتد draw button الموجودة بقلب هيدا الكلاس لتقدر انت ترسم، اوكي لتقدر انت ترسم. فنحن على هيدا الاساس عم نرسم button. طيب خلينا نعيّت لها ونشوف اذا بينت قدامنا على الشاشة. button has no attribute text color، خليني اتاكد بالbutton class في شيء عندنا اسمه text color. اوكي في هون color هي color، خليني اعمل save، نعمل لها الرام مشان ما نضيع بعدين. هلا بنرجع بنعمل لها رام مره ثانيه play button، بس لو عم بفقس play button ما عم ياثر. هلا بدنا نحول اوكي لونها اخضر مثل ما قلنا والكتابه صار اسود ابيض، لو 000 كانت طلعت اسود والكتابة باللون الابيض كلمة play. اوكي الحجم تبع البطن اكيد فينا نعدل عليه وهلا بعدين بنعدل عليه، بس لو عم بفقسها مش عم يصير اي شيء على الشاشة، ما عم بلش اللعبة، ما عم تختفي هاي الكلمة وتبلش الجيم تاتي. فانا المفروض هلا نحول هيدي البطن، مجرد ما تنفقس تبلش اللعبة عندي، مجرد ما تنفقس هيدي البطن تبلش اللعبة عندي كيو. خلينا نبلش نعدل علي. طيب خلينا نروح على check events لانه بالنهاية هو هون events. اذا بنطلع لفوق شفتوا بس يكبر الكود عنا بصير بيضل يضيع، فمشان هيك نحن عملنا refactoring لهيدا الكود، عملنا له refactoring لننظمهم كلهم بfunctions. هيك ما بنفوت على class كامل بقلبه method وحده و20 شغله بقلبها، لا هيك قسمناهم كلهم كمتدز وصلنا نعيط لهم بقلب اللوب تاعنا. اوكي طيب هون اهمية الريفاكتورينج عنا بيّن. anyway if event type، if event type equal equal by game kit، بس نطلع علي check event لفوق شوي check event. اوكي تمام. طيب هون اذا عم نتاكد نحن انه فقس كي داون، فقس كي اب، يعني الايفنت تايب شو نوعه، فقس كيو ليعمل اكزيت او كيت، فقس اكس يعني. طيب لازم نتاكد انه فقس ستارت جيم او لا. اوكي فقس ستارت جيم او لا، فانا المفروض هون اتاكد منها اذا فقس على ستارت او لا. الف ايفنت كله ايفنت دوت type نوع equal equal pygame من library pygame dot، مش هيك قلت لكم هاللايبرري كتير عم تساعدنا، mouse كله capital اجمالا لما عم تتكلم event mouse button down. اوكي نقطتين enter، لازم نتأكد من الماوس تاعه. ف mouse position equal pygame dot mouse dot get البوزيشن تبع هيدا الماوس. اوكي ومن بعدها self dot underscore check underscore play underscore button اللي هي الماتدز اللي هلا نحن عم نخلقها وبتاخد ماوس بوزيشن.
اوكي. طيب كيف هيدي؟ هلا عيطنا لفانكشن، فالمفروض نروح نخلق هيدي الفانكشن او هاي الميثود، بما انه نحن بقلب كلاس اوكي، مفروض نخلق هيدي الباتون، هيدي الميثود لشغلتها تشوف اذا البلاي باتون شغالي او لا. تمام يحاملوا، ما حخلقها هون، خلينا نتاكد تحتها، تحت تشيك كي اب ايفنتس، تحت تشيك دغري هون، حتاكد اذا هيدي مفقوسه او شغاله او لا. تشيك بلاي باتون، بلاي اندرسكور باتون اللي بتاخده هو سيلف، واكيد بتاخد بارامتر تاني اللي هو ماوس بوزيشن بوز. اوكي نقطتين انت دوك سترينج طيب شو بتعمل؟ ستارت a new game when the player clicks click play. لما البلاير بيفقص على play المفروض هي تبلش لعبة جديدة. اوكي المفروض هي تبلش لعبة جديدة. طيب كيف نحن بنعرف if self dot play underscore button dot rect dot collide point mouse pose إذا كان مفقوس عليا self dot states dot game active ملنا access للattribute اللي هو game active من states equal true، يعني بدل ما يكون false وتكون inactive صارت active. تمام بدل ما تكون inactive صارت active. طيب خلينا هالشي نكفي فيه ونعمل reset، يعني هلا اللي بدنا نعمله هو ريسيت لهيدي، ريسيتنج لهيدي الجيم. نرجع من بعدها بنعمل ران ونتاكد من كل شيء. اوكي بتشيك بلاي باتون، خلينا ننزل شوي، قلنا له اذا كان مفقوس عليا اعمل لي ري، اعمل اكتف لانا جيم بتصير اكتف. تمام طيب بالاف بلاي هون خليني زيد السطر، reset the game sorry control z hashtag reset the game statistics. اوكي reset the game statistics بقلب اللي عم يصير انه self dot هعيط للسلف دوت ستيتس دوت ريسيت اندرسكور ستيتس. تمام هعيط لهذه الفانكشن ريس او هاي الميثود ريسيت اندرسكور ستيتس، ومن بعدها هعمل ترو لها. اوكي فلازم رجع السيتنجز مثل ما كانوا من بعدها يصير ترو، يعني اذا كان مدمر شيء هيرجع settings للأول انه ما يتدمر شيء وكفي فيه. اوكي مجرد ما نفوز play button. تمام من بعدها خلينا نعمل نبلش شغلنا get ride of any remaining aliens and bullets. تمام self dot aliens dot empty يرجع كل شيء يختفي، ومن بعدها كمان self dot bullets
دوت امتي. بفتح وبسكر، خفينا كل شيء. اوكي خفينا كل شيء، عم نعمل ريسيتنج لا خفينا كل شيء ليرجع يقلع بعدين عن جديد. طيب هلا اللي حاعمله create a new fleet and center the ship، يعني حارجع اخلقهم كلياتهم للالينز تاعوني والشيب رد على النص. اوكي ف create a new fleet and center the ship، تمام self dot underscore create underscore fleet، بفتح وبسكر self dot ship dot center underscore ship. فهلا انا عملت create لنيو جروب اوف aliens وكل والشيب حطيتها النص، واضح؟ فهيك نحن بنكون عم نشغلها للبطن. خلينا نعمل رام ونشوف شو عم يصير قبل ما يكتر ويصير عندي خلص. بلاي، بنلاحظ بلشوا يتحركوا، تمام. طيب كيو طلعنا منها، ونخلينا نكفي بالكود تاني دي اكتيفيتنج ذا بلاي بطن. مفروض نحن كمان اوقات نعمل دي اكتيفيت، لا ولا حنشوف كيف وكيف عم تعدل عليها بالكود تاني. اذا بروح على الكلاس alien invasion في عندي check play button، نفس الفانكشن اللي عم اشتغل عليها. بعد ما اعمل start لنيو جيم قبل الاف البطن كليك، خليني هون. اذا البطن خليني attribute button click، اذا انفقست هيدي self dot play underscore button dot tract dot collide point function كتير مهمة mouse pose نفسها هي ذاتها. اوكي بس بدل هاي الدغري سميتها button click، تمام. هلا حلو if button click دغري بلا ما حط هيدا السطر لانه صار موجود، if button click مثل ما قلنا نحن عم نكتب كود عم نرجع نعدل على الكود نحسن فيه. اوكي كان فينا دغري نحط الكود جاهز شغال وارجيكم كيف ونحكي عنه، بس احنا عم نتعلم كيف عم نتطور باللعبة كيف نحسن فيه. button click and not self dot states dot game active، ساعتها يبلش الكود تاني. اوكي فلازم يكون button click مفقوس وstates للجيم منا active، تمام، مع بعضهم الشرطين موجودين ليبلش الشغل تاني، لانه اذا صارت active خلص ما الي علاقة بالbutton click، تمام. فلازم الشرطين يكونوا حقيقين. طيب كمان المفروض انا هذا الماوس اللي كنت عم شوفه كل شوي انه فيني حرك الماوس وعم بلعب، هيدا لازم يختفي، يعني لازم مجرد ما افقس انا ستارت باتون خلاص او بلاي باتون خلاص يختفي هيدا الماوس اللي قدامي يختفي. اوكي فلازم اعمل هايد للماوس كرشر. لاعمل هيك بقلب الاف باتون كليك بقلبه، اذا بدنا اخر شيء هون خليني زيد هايد the mouse cursor، تمام اخفي لهيدا الماوس by game dot mouse dot set underscore visible، كل شيء في function موجودين ليساعدوني false اخفي لي اياه، وبدي اياه يظهر بعمل true. اوكي بدي اياه يظهر بعمل true. حتى نتأكد من هالشي هعمل control s، نعمل save للفايل، من بعد اعمل له run ونلاحظ انه الفايل تاعي بين هذا الماوس موجود. بفز بلاي الماوس بطل موجود. اوكي الماوس بطل موجود، تمام كيو طلعنا منها. طيب
خلينا نكفي بالشغلتين. فيني بقلب السيتنجز عدل السبيد تبع هيدي الجيم، يعني انا بالسيتنجز هون بقدر عدل على السبيد تبع الجيم، يعني فيني هون اخلق بالسيتنجز how quickly the game speeds up. اوكي، كيف السرعة تبعت الجيم عم بتصير، يعني عدل عليا. تمام، self.speedup underscore scale equal 1.1 self dot initialize dynamic settings underscore dynamic underscore settings. اوكي، عملنا initialization. لا من بعدها خلينا نكفي بالسيتنجز تاني ونخلق هيدي الفانكشن اللي نحن هلا سميناها initialize dynamic settings، نعملها def ونشتغل فيها. اوكي، نعملها def ونشتغل فيها. خلينا نروح على الاول في step 1 2 3 4 def لفانكشن اسمها initialize underscore dynamic underscore settings. نفتح ونسكر التاز بقلبها بتاخد self نقطتين enter doc string. شو شغلتها؟ شغلتها initialization للsettings تاعي. initialize the settings that change throughout the game. اوكي، نغير settings بقلب الجيم، يعني السرعة تتعدل نحن وبقلب الجيم. self dot ship speed equal 1.5. أكيد فيني غير setting بس نحن هون بس تجربة. اوكي، self dot bullets speed equal 3.0 كفلوت. مثل هون مثلا البولت طيناها speed هي 1.5، هلا صارت 3. اوكي، يعني غيرنا settings تيعوني، صارت تضرب اسرع، تقدر تدمر اسرع لانه الالين عم يزيدوا. اوكي، speed تبعت الالين عم تزيد. اوكي، self dot alien speed مثل ما قلنا فينا نغير نوع الضروب بعدين، انه كل levels او كل شيء بيغير نوع الضروب وغيره. كل هالامور بنقدر نعدل عليها. 1.0 for example fleet direction if one represent right minus one represent left. اوكي، يعني مثل ما كنا عم نشتغل هون نفسها هي ذاتها، اذا بدنا بدل هي ذاتها. اوكي، هعمل لها copy، يعني هيدا المبدأ دل ثابت. تمام، دل ثابت. طيب بقلب settings كمان فيني اخلق class جديد، وهيدا الكلاس شغلته يزيد speed او method، مثل ما قلنا method نفس الشيء بس لانه بكلاس مسميه method، فانا فيني اخلق method شغلتها تزيد speed. فdef la function او method increase underscore speed. اوكي، self سكرها نقطتين enter doc string. شو شغلتها doc string؟ خلينا نفس enter مشان بين علينا اوضح.
increase speed settings. 1, 2, 3 سكرنا docs self dot ship underscore speed equal أو بما أنه بدي زيدها plus equal حزيد عليها self dot speed up scale self dot speed up scale اوكي speed up scale اللي نحن شايفينه هون تمام فزدنا عليها speed up scale self dot bullet speed plus equal self dot speed up scale وبدل علينا كمان الالين سبيد self dot alien underscore speed plus equal self dot speed up scale اكيد فيني غيرهم اوكي اكيد فيني غيرهم طيب هيك نحن بنكون عم نغير السبيد لما بنعيط لهي الانكريز سبيد ميثود الموجوده بالسيتنج كلاس كنترول اس خلينا نروح على الالين انفيجن بقلب الالين انفيجن لما انا تشيك بولت الين كوليجن فيني زيد سبيد تاعتي اوكي فاذا بنروح على تشيك الين كوليجن هيدي هي بقلبها بعد ما اعمل اف كرييت لفلت فيني self dot اعمل settings اللي هو الانستنس تبع الكلاس settings dot الميثود اللي هي increase speed عيطلة اوكي فيني عيطلة طيب كمان اكيد فيني اعمل resetting للspeed فيني اعمل control s sorry resetting لل سبيد خلينا نروح على تشيك بلاي بوتن بظن خلينا فوق يمكن تحت التشيك المفروض تشيك بولت الينز تشيك بلاي بوتن اوكي هون بقلبها اف بوتن كليكت اند نوت سيلف دوت اكتيف سيلف اكتيف فيني بقلبها اتاكد او اعمل ريسيتنج لكل السيتنجز تاعي يعني انا مجرد ما بلش اللعبة اعمل ريسيت للسبيد تاعتي انه ما اوكي هلا عم يسرع عم يسرع عم يسرع رجع بلش اللعبة يدل على السرعة نفسها لا المفروض يعمل ريسيت لكل شيء كان اوكي اعمل ريسيت لا فانا هون بقلب الجيم ستاتيك ريسيت لا مثل ما عملنا ريسيت للستيت وعملنا الجيم اكتف كمان المفروض اعمل سيلف قبل ما اعمل جيم اكتف سيلف دوت سيتنجز وعيط للميثود دوت عيط للميثود اللي هي انيشاليزيشن لالي dynamic underscore initialize dynamic underscore settings عيط لهيدي الميثود اللي انا خلقتها اللي حتعمل ريسيت لكل السرعات الموجوده بهيدي الجيم اوكي لكل السرعات الموجوده بهيدي الجيم كنترول اس طيب خليني هلا بلش بالسكور تاعي فانا بالجيم ستيت خليني اعرض السكور تاعي الموجود عندي اوكي اعرض السكور الموجود عندي طيب لا اقدر انا اعرض سكور موجود عندي المفروض روح على الجيم ستيت كلاس مثل ما انا شايفين وبهيدا الجيم ستيت حبلش بالسكور زيرو فانا المفروض هون بالريسيت ستيتس بقلب الريسيت ستيت عندي سيلف شيب ليفت اخلق اتريبيوت او باراميتر اسمه سكور سيلف دوت سكور وقيمته زيرو اوكي اخلق سكور قيمته زيرو طيب بما انه سكور حطه على بورد خليني اخلق كلاس خصوصي له كنترول اس خليني اخلق كلاس خصوصي له تكست فايل خليني اجي واحطه هون قبل الين انفيجن لانه حنشتغل عليه كتير حنسميه سكور بورد دوت باي اوكي سكور بورد دوت باي هيدا هو عبارة عن كلاس import lapygame.font هيدا هو كلاس واسم الكلاس scoreboard
بورد تمام. شو الدوك سترينج تبع هيدا الكلاس؟ A class to report scoring information. اوكي طيب، مجرد ما اقول كلاس هاخلق الميثود اللي هي underscore underscore init underscore underscore افتح البارنتيز سمي self كما AI underscore gain تمام، سكر البارنتيز نقطتين انتر. دوك سترينج شو بدي اكتب تعريف؟ هي هون initialize score keeping attribute، score keeping attributes تمام. انتر انتر. طيب خلينا نعمل لهم initialization. self dot screen equal AI underscore game dot screen enter. self dot screen underscore rect نفسهم هن زي طبعا بعملهم اجمالا. self dot screen dot get rect سكر البارنتيز لان هيدي function. self dot settings equal AI underscore game dot settings من بعدها self dot states equal AI game add in invasion game dot states تمام. طيب خلينا نعدل على الفونت. فونت ل settings for scoring information مفروض اخلق text color self dot text underscore color color equal شو هو اللون؟ RGB 30 comma 30 comma 30. اكيد فيني غير الالوان مثل ما انا بدي. self dot font حجمه لهيدا الخط ونوعه لهيدا الخط equal equal pygame dot font اللي شفناها فوق dot sys نفس الفونكشنز font. مش هيك قلنا انه صحيح عم تعلمهم مرة ونفهم معناتهم بس خلص عم استعملهم هن زيتهم. none ما حياخد style معين، حاعطيه الحجم 48 نفس حجم البلاي. اوكي طيب هيك انا بكون عم بخلق هيدي الميثود يلي عم تعمل run by default. دل علي score image prepare the initial score image prepare okay self dot prep prep underscore score وهي اللي انا حابنيها لاقدر اشتغل فيها. اوكي يعني حتعمل ران اوكي باي ديفولت بس انا لازم ابني هيدي الميثود تمام، لازم ابني هيدي الميثود. ف اللي حاعمله def def عندي ميثود اسمها prep underscore score شغلتها بتاخد self تقدر تعمل access لكل شيء في عندي هون attributes اوكي كل شيء في attributes او parameters خلقهم بقلب هيدي الكلاس ليقدر هيدا الميثود يعمل اكسس له تمام. دوك سترينج turn the score into a rendered image سكرنا دوك سترينج. هلا شغلتنا نبلش نبرمج فيها لينقدر يحضر هيدا السكور تيو. سكور underscore str equal str string type تيو لمين؟ لself dot states dot score second parenthesis enter self dot score underscore image equal
self dot font dot render underscore score underscore star comma true comma self dot text underscore color comma self dot settings dot background color. اوكي background سكر انتر. طيب اللي هلا حعمله حعمل display لها سكوب التوب رايت اوف ذا سكرين هاشتاج display the score at the top right of the screen. تمام؟ طيب خلينا نفس enter نرجع نطلع لفوق. طيب شو بدنا نعمل؟ self dot score underscore rect equal self dot score underscore image dot get underscore rect بفتح وبسكر enter self dot score underscore rect dot write equal self dot screen underscore rect dot write بس بعد لي عن الطرف تاعك dot write بس بعد لي عن الطرف تاعك 20 اوكي مشان ما يبين بالزاوية على الاخير بعد عنا شوي تمام خلينا نشيل الدوت هون self dot score rect self dot score dot write self dot screen rect dot write minus 20 تمام يدل عنا self dot score rect top 20 score rect dot top يكون 20 لازم فوق 20 اوكي بعد عن اللي اقصى اليمين او اقصى الشمال يعني اقصى اليمين 20 ومن فوق نازل 20 اوكي مشان يبين السكور عندي طيب خليني بقلب سكوربورد اخلق الفانكشن يلي شغلتها او الماتودز اللي شغلتها تعمل لي درو لهيدا السكور بورد اوكي def show score كمان بتاخد self سكر البرانتيز نقطتين انتر خليني انزل اكتر نطلع لفوق doxing draw score to the screen سكرها ثلاث مرات نقطة انتر نقطتين اوكي self رسم ليها dot screen مثل ما رسمنا قبل let بفتح البارونتيز شو بدي ارسم self dot score image كما self dot score rect تمام سكرها خلصت عندي function هلا المفروض روح على خلي كنترول اس روح على الالين انفيجن ومثل ما عملنا امبورت لكل الكلاسات اللي قبل او كل المودلز اللي معنا اياهم المفروض هلا كمان نعمل امبورت لهيدا السكور بورد من السكور بورد امبورت الكلاس اللي هو سكور بورد اوكي عملنا له امبورت طيب بعد ما اعمل له import المفروض اخلق instance وهيدا الانستنس شغلته يقلع لي هيدا الجيم اوكي يعني هون مثلا عنا جيم instance المفروض كمان اخلق instance تاني شغلته scoreboard خزن scoreboard self فينا نكتب جملة شو الهدف منه فينا دغري نخلقه self dot scoreboard sp equal score
بورد وبياخد سيلف. اوكي بياخد سيلف. فانا هلا هيدا الانستنس اس بي قادر يعمل اكسس لكل شيء عندي اياه بقلب هيدا الكلاس اللي هو سكور بورد. مجرد ما اس بي الانستنس يخلق هيعمل ران لل فانكشن الموجوده او الميثود الموجوده باي ديفولت اللي هي اندرسكور اندرسكور انيت اندرسكور اندرسكور. تمام. طيب خلينا نروح على الابديت سكرين لانه انا بدي اعدل على الشاشه بالنهايه ليخلق هيدا سكور بورد عليا بقلب الابديت سكرين. يمكن اخر فانكشن. اوكي بقلب الابديت سكرين وخليني عيط للشو سكور فانكشن. يعني انا بعد ما ارسم درو باتون او درو للالينز بدي اذا بدكم هون درو للالينز نفس الشيء عرض لي على الشاشه سيلف دوت اس بي دوت شو سكور. كمان فيني احط هاشتاج تعريف انه درو سكور على سكرين وهيك نفس الشيء هون. اوكي فهلا انا من ورا هيدا السطر عملنا شو سكور عيطنا للميثود شو سكور موجوده بالسكور بورد من خلال الانستنس اس بي اللي خلقناه بالبدايه. اوكي خلينا نروح على السيتنجز وحط الالينس بوينت سيتنجز. اوكي واخلق سكورينج هون هون كان في 1 سكورينج حط بقلبها سيلف دوت الينس اندرسكور بوينتس equal 50. اوكي حطيت البوينتس تاعتي وهلا فيني روح على الالين انفيجن على تشيك بوليت الين كوليجن مشان بس يتدمر يزيد سكور تاعي. اوكي يعني اذا بروح انا هلا كنترول اس اذا بروح على الالين انفيجن خلينا نعمل كنترول اس بروح على الفانكشن اللي هي تشيك بوليتس كوليجن تشيك بوليتس كوليجن. شفتوا الكود قد ايه كبر هيك اصلا اجى البروجيكت بس بتكبر اكثر بكثير. اوكي عشان هيك عم ننظم نحن بكلاسات بفايلات اذا بنلاحظ عندنا فايل 2 3 4 5 6 7 من فايلات لهيدي الجيم اللي عم نبنيها هيدا ارتب بشغلنا وكثير من الماتودز خارقين هون. هيك خلص بدي روح على السيتنجز عدل. اوكي بروح على فايل سيتنجز بعدل عليه خلص صار الكود عندي تمام. اوكي طيب بتشيك بولتس ايليانز في عندي كوليجن دوت باي جيم دوت سبرايت. اوكي اف كوليجن إذا بدنا هون self bullets self aliens true true تحتها if collisions يعني إذا صار عندي collisions شو بيصير المفروض self dot states dot score plus equal self dot settings dot alien underscore points. اوكي زيرو 50 نقطة. تمام self dot sb dot prep score درنا عملنا access لهيدي الميثودز موجودة بقلب scoreboard class من خلال sb instance. تمام ليزيدوا points مجرد ما يصير عندي collision. والمفروض انا بس لارجع بلش اللعبه عن جديد تشيك بلاي باتون بس لارجع بلش اللعبه عن جديد اعمل ريسيت له موجوده تشيك الينز باتون تشيك بلاي باتون مفروض تشيك بلاي باتون مفروض انا اعمل ريسيت للكود تاعي اند ستيتس جيم اكتف ايكوال ترو المفروض اعمل ريسيت للكود تاعي self dot sb dot prep score مفروض اعمل reset للكود تاعي لارجع انا بلش بالشغل تاعي. اوكي مفروض اعمل reset لكل الكود. خلينا نعمل كنترول اس خليني اعمل ران للفايل
علق شوي الفايل. اوكي خليني في display اذا بقوص انا عليهم. اوكي settings object has no attribute aliens points. بالsettings في aliens point. aliens points. وانا اللي error اللي عطاني اياه هو بالdoc alien. اوكي لازم اتأكد انه انا هون سماه alien points مش aliens point. فهون alien احلى ما اروح عدلها لهونيك. خليني ارجع اعمل له run. مفروض يعمل run. first play شفتوا كيف عم يزيد 50-50. اكيد فيني زيد 1x1 20x20 كله فيني عدل له. شايفين السرعة كمان تاعت البولتس. قدرت انهي اللعبة. اوكي settings speed up scale. settings ما في شيء اسمه scale. اوكي تمام هلا صار كله تمام. هيك اغلاط بتصير يعني من عطشين كلمة بس نحن لما بننتبه نبطل نغلط هيك غلطة. اوكي being sure to score all hits. طيب هلا المفروض انا اروح على الالين انفيشن على check bullets. بالالين انفيشن في عندي check bullets alien collision. بقلبها في عندي الكوليجن باي جيم اف كوليجنز. هلا خليني قبل ما عيط للسب بروب وزيدها هي خليني هون قول for aliens in collision dot value obtain enter. اذا موجود فيها enter خليني هيدي تصير بقلبها self dot state score plus equal self settings alien points plus length تبع aliens. اوكي زيد عليا لنتأكد انه كله تمام. طيب فينا نزيد point value يعني فينا نرجع نزيد على point value نغير عليه increase speed settings and alien point value. اللي اعمله انا انه المفروض روح على settings class. بقلب settings class بروح على increase speed. بقلب increase speed settings and alien values and alien point values. اوكي زيد عليهم. شو بدي زيد اخر شيء self dot alien underscore points equal int self dot alien underscore points مضروبة ب self dot score underscore scale. اوكي underscore scale. هيك انا كنت عم عدل عليهم. اكيد فيني اطبع الالين points يعني بالانكريز سبيد اذا بدي. فيني هون اخر شي يقول print ل الالين سبونس تاعوني self dot alien points لينطبعوا عندي. اوكي rounding the score اكيد فيني كمان اعمل round score. في عندي الفانكشن اللي هي prep score scoreboard. خلينا control s scoreboard. هون بعمل control s scoreboard اللي عندي prep score فيني اعمل rounding لقلو. في بعد turn هون خليني اعملها rounded score equal round self dot states dot score comma minus one. برجع بقول score underscore str equal
الترتيب تاعو، خليني اخلقه بهالشكل. سكره دوت فورمات لا راوند سكور. اوكي راوندد سكور، تمام. خليني اعمل كنترول اس وخلينا نحط الهاي سكور اللي عنا بالجيم ستيتس. خليني اروح على الانيت اللي هي باي ديفولت هتمران تحت الفولس. اذا بدنا سيلف دوت هاي سكور ايكوال زيرو، سيلف دوت هاي سكور ايكوال زيرو، يعني اول ما نبلش حيكون زيرو. اوكي هيدا بحياتهم حيصير ريسيت لألو، لانه كل مره عم نلعب هالهاي سكور يا بيزيد يا بدل ديدلاين اوطى منه ما حيتغير، واذا كان اعلى منه بيزيد. اوكي كنترول اس، سكور بورد اللي عم يعرض قدامي خليني اروح على الايد واخلق فانكشن بالهوم بالانيت. اخلق فانكشن شغلتها تشوف الهاي سكور، بريب بريبريشن لل بريب للهاي سكور. خلينا نبلش نبرمج بهيدي الفانكشن او بهيدي الميثود. اوكي طيب def prep underscore high underscore score، تاخد self سكرها نقطتين انت. طيب كدوك string شو شغلتها؟ turn high score into a rendered نقطة سكرة ثلاث مرات انت. high score equal round لا self dot states dot high underscore score minus 1. نفس الطريقة عم نعمل له راوند، وكمان هنعمل نفس الشيء هاي سكور اس تي ار، هاي سكور اس تي ار ايكوال اس تي ار، او خلينا نخلق الشيب تبعه اللي هو براكتس نقطتين كما، بسكر البراكتس بسكر الدبل كوتس دوت فورمات اللي هي فانكشن لنظبط الشكل تاعها على مين للهاي سكور. اوكي كيف كنا نعمل اف هون بس عم هيطلع دوت فورمات، جربناها مره لما كنا نشتغل على الاس تي ار. اوكي من بعدها هقول سيلف دوت هاي سكور ايمج ايكوال سيلف دوت فونت دوت رندر لمين؟ للهاي سكور اس تي ار كما ترو كما تكست كولر والسيتنج للباك جراوند كولر سيلف دوت تكست كولر وكمان سيلف دوت الباك جراوند كولر سيلف دوت سيتنجز دوت باك جراوند كولر. تمام سكر بارانتيز انتر. طيب المفروض انه سكور حطه ببوزيشن معين بالشاشه، فانا فيني اقول انه هيدا السكور موجود بالسنتر تبع السكرين بالتوب، يعني فوق عندي بالشاشه بالتوب بالسنتر موجود سكور تاعي. ف سنتر ذا هاي سكور ات ذا توب اوف ذا سكرين. اوكي عم نعمل له سنترينج لال self dot high underscore score underscore rect كلهم بنفس الطريقة. اوكي كيف هنا كنا نعملهم mid bottom او top right نفس الشيء self dot high underscore score underscore image
وين دوت جيتريك ياخد الحجم تاعها. بعدها مفروض حطه بالسنتر سيلف دوت هاي سكور ريكت هاي سكور ريكت دوت سنترز equal equal self dot font sorry self dot screen underscore rect dot center kx. بعدها لازم نحطه بالtop self dot high underscore score underscore rect dot top equal self dot screen rect or score rect sorry dot top dot score rect dot top. اوكي حط اللي هي بالtop تبع هيدي السكرين. اوكي طيب كنترول اس حدل كمان بسكور بورد بالشو سكور ميثود حزيد عليا سيلف دوت سكرين دوت ليت لا سيلف دوت هاي سكور ايمج كما سيلف هاي سكور ريكت سيلف دوت هاي سكور ركت اللي معي هون واللي خلقتهم تحت. اوكي طيب. هلا المفروض انا اخلق فانكشن او ميثود له علاقه بتشيك السكور. اذا كنت انا متخطى هالسكور ضف لي سكور جديد، اذا ما كنت متخطاه دلك محافظ عليه. فبقلب السكور بورد حاخدف تشيك هاي سكور. اذا السكور اللي حصلته اعلى اوكي حطه كهو هاي سكور، اذا لا خليك على الهاي سكور القديم تاعك. تمام doc string check to see if there is a new high score. سكر doc string then enter if self dot states dot score اكبر من self dot states dot high score إذا أكبر منه self dot states dot high score حتصير بتساوي self dot states dot score. يعني حيشيل القيمة تبعت score ويحطها بال high score. من بعدها هعيط للميثود prep ليحط لي اياها هاي سكور حضر لي حطها. اوكي طيب خلينا هيدا الشيء نحطه بالالين انفيجن قبل ما نخلص الكود تاعنا. بالالين انفيجن في عندي تشيك بوليتس الين كوليجن في قلبها حطينا prep سكور هيدي لهون تحتها هحط self dot sv scoreboard dot check تأكد إذا كان high score check high score إذا كان أعلى منه أوكي حط اللي هي إذا لا أتركه. تمام طيب displaying the levels بس خليني أول شيء أعمل file save ونعمل run بس نشوف شو صار قدامنا على الشاشة بعدها بنحط ال levels تاعنا. ما أراها بالpygame.font.font object has not attribute render وين هيدا بأي class scoreboard المفروض في عندي أنا كاتب كلمة render هي render هون render. اوكي control s نعمل run مرة تانية أكد انه كل شي شغال مبدئيا يعني شغال play إذا منقوص اوكي الليجن از نوت ديفاين
collision مش collision for alien in collision dot value اللي هي بالalien invasion check bullet alien collision هون check bullet alien collision if collision in collision collision اوكي control s مثل ما قلنا هالاغلاط مطبعيه عم نعدل عليهم play لا ما حتخلص شفتوا كيف عم يتعدل سكور هاي سكور طيب لنتاكد نحن انه شيء انا هلا ختمته name slef is not defined الموجود بال settings increase speed settings increase speed في عندي انا self يتبع هذه slef self اوكي ذا سكور سي self هيدا هو اجمالا بقى في اغلاط هلا عدلني هون اجمالا تمام طب خلينا نكفي جنب بعدها بنعمل رام مثل ما قلنا هلا اذا مره ثانيه بعمل رام بحقق الرقم القياسي اللي حققته قبل حيضل الرقم القياسي مثل ما هو طب خلينا نحط الليفلز قدامه بالجيم ستيت خيروا عليها بالجيم ستيت ونخلق تحت السكور اللي هي ما حتتغير ليفل سيلف دوت ليفل ايكوال 1 لانه انا اجمالا الهاي سكور دائما حيبلش من زيرو بعدين بطل فيني الغي خلص بس لعمل رام مره ثانيه حيكون من الهاي سكور الجديد اوكي ليفل حطيتها 1 طب خليني اروح على السكور بورد وبالسكور بورد بده ينعرض قدامي ليفلز كمان خليني اخلق او بالانيت اول شيء خليني نعيط لميثود لانه هي تعمل رام باي ديفول بعدين نخلق هيدي الميثود طيب خليني اروح على الانيت مطرح ما عملت بريب لسكور وبريب لهاي سكور خليني اعمل سيلف دوت بريب ليفل حضر ليفل خليني هلا هون بلش حضر بهيدي الليفل def لا prep underscore level كمان بكت self لتعمل access لألون نقطتين enter doc string تاعة turn the level into a render image سكر دوك سترينج اثنين انتر هلا خلينا نبلش بالكود تاعنا ليفل str equal str ل self dot self dot states dot level سكرها انتر self dot level image equal self dot font dot render لمين لا level str level underscore str comma true comma self text color dot text underscore color comma وأكيد للباكجراوند color self dot settings dot background underscore color تمام نفس الباكجراوند color خلينا الباكجراوند تبع هيدي level image اوكي بس التكست تاعنا غيرنا اللون تاعه تمام طيب هون نحن عملناها خليني هلا اقول البوزيشن تبعها يعني انا وين حطتها position تبع هيدي level the level below the score حطيناها below the score اوكي position level below the score self dot level and score rank نفس الاسلوب هو زيته نفس الطريقة هي زيتها تمام self dot level underscore rank self dot level under dot image او underscore image dot get rank method من بعدها وين البوزيشن تاعها alright self dot level underscore rect dot right equal self dot score rect right self dot score underscore rect when right okay
واخر شيء level rect self dot level underscore rect when بالtop كمان نفس الشيء self لا dot level underscore rect وين موجودة سوري هون score تحت score هي score underscore rect موجودة بالbottom تبع هيدي bottom تبع score rect plus 10 اوكي يعني تحتها بس ما بلزق دغري اترك لي فراغ 10 بيكسل تمام فهيك انا بكون خلقت البوزيشن تبع خلقت البوزيشن تبع خليني اعمل لها سيف خليني نروح على الشو تبعي شو للسكور وكمان بدي اشوف هلا شو للليفل ايمج اوكي فبعد ما عملنا الشو لالون سيلف دوت سكرين دوت بليت اوكي اذا شفت الهاي سكور هلا شف لي ليفل ايمج سيلف دوت ليفل مشان قلت لكم نفس الشيء نفس الاسلوب self dot level rank اوكي هلا نحن عملنا شو لا لا طيب كيف عم يزيدوا levels على اي اساس عم يزيدوا levels خلينا نروح على alien invasion check bullets aliens collision if not self aliens increase speed create flit مفروض هون انا بعد ما اعمل increase للspeed بعد ما اعمل increase للspeed غير الليفل او اعمل increase للليفل increase للليفل اوكي فانا لما بعمل increase للليفل self.states dot level plus equal 1 ومن بعدها self.sb.prep underscore level عيطت له للفانكشن اللي انا حضرتها من خلال الانستنس سكور بورد اوكي اس بي طيب خليني كمان لما بعمل تشيك للبلاي بوتن ليفلز عيطت له لل اس بي اس بي دوت بريب ليفل عيطت للميثود بريبريشن للليفل اوكي فانا بالالين انفيجن لما بعمل كليك للبلاي بوتن زي ما نشوف البلاي بوتن تشيك بلاي بوتن بقلبها لما عم بعمل prep score كمان خليني اعمل self self dot sb dot prep لل level اوكي عيطلع كمان لعمل initialization لا لا تمام طيب خلينا نعمل control s خليني روح على الباي جيم بالشيب عملنا import لباي جيم خليني اعمل from هلا بنحكي ليش from باي جيم dot sprite لانه انا عندي بالنهاية مثل ما قلنا حياة صح انا ثلاثة حياة بس خلقانينهم خلينا نخلقهم كايمج يعني بدل ما يقل ما في شيء مبين بيقول لي الحياة نقصت خليني اخلق ايمج اللي هي شيب ايمج وانا من خلالها بنقص شيب ايمج يعني ثلاثة شيب ايمج وبنقصهم وحدة وحدة يعني نقصت حياتي اوكي dot sprite import the class sprite اوكي من المودول sprite دخل لي هيدا الكلاس اللي هو sprite فانا خلق كلاس ship وبس هيدا الكلاس بقلبه ابن اللي هو sprite اوكي بقلبه ابن اللي هو sprite يعني هو instance او inheritance او inherited from this class تمام فانا المفروض هلا الانيشاليزيشن تاتي هون استخدم الميثود سوبر لعمل انيشاليزيشن لالو سوبر ميثود دوت اندرسكور اندرسكور انيت اندرسكور اندرسكور بفتح وبسكر بارنتيز هون اوكي لانه استعملنا انهيريتد اوكي حطينا بارنتيز للكلاس قلنا له هو ابن مين تمام هلا حروح على السكور بورد بقلب السكور بورد كمان حدخل شيء مثل ما دخلنا الفونت كمان حدخل سبرايت from pygame.sprite
import sprite class. وبعدين سبرايت خلينا ندخل جروب مش معنى كجروب from ship import ship class. اوكي دخلت بقلبها اثنين كلاس جروب ship. طيب بالانيت بالانيت لانه هلا هون بقدر استعملهم دغري. اوكي ما قلت لا ابن مين ولا شيء، بقدر استعملهم اذا خلقت انستنس لهم بقدر استعمله. طيب بالانيت خليني اعمل self.ai بالانيت خليني اعمل self.ai underscore game equal ai underscore game. اوكي ويا قلبه هعيط لبراب للشيبس بعد ستيتس او بعد البراب ليفل هون اذا بدكم فينا زيدا self.prep ل ships. اوكي الميثود اللي حشغلها هلا تمام. ف انا المفروض هلا اخلق ميثود اللي هي prep ships اخلق ميثود اللي هي prep ships def ل prep ships. هيدي الميثود self سكرها نقطتين انتر. هيدي الميثود شغلتها تقرجيني الحياة تيوني show how many ships are left how many ships are left. الداتا اللي عندي حياة تمام. طيب self dot ships equal group عشان هيك عملنا import لهيدا الكلاس خلقنا instance لأنه هو chips from ship number in range لمين self.states.ships underscore left اللي دلو عندي نقطتين enter ship equal ship بفتح بارونتاز self dot ai underscore game وكمان ship dot rect dot x equal 10 plus مسافة بيناتهم ship number plus ship dot rect dot width plus ship dot rect dot width تمام. عم بترك بس مسافة بيناتهم لهول الايمجز اللي حاخلعهم اللي هن الشيبس ايمج. اوكي من بعدها ححط الواي ان بوزيشن كواي ship dot y equal so ship dot rect dot y equal 10. فيني اكيد غير البوزيشن تاعهم بس هو الانسب شي بالتوب يعني self dot ships dot add لمين للشيب اللي نحنا خلقناه. اوكي الشيب اللي نحنا خلقناه تمام. فهلا المفروض يخلقوا عندي كنترول اس لما عم نعمل draw لألون draw لألون للشو سكور المفروض كمان اعمل ships draw. فانا هون المفروض بعد screen blit اعمل self dot ships dot draw لا self dot screen. اوكي ارسمون عندي تمام. طيب كنترول اس هلا المفروض بس بالالين انفيجن زيدون لما عم نعمل اف بوتن كليك وغيره وعملنا prep للليفل كمان فيني او لازم self dot scoreboard dot prep underscore chips عيط لي لا تمام عيط لي لا طيب كنترول اس عملنا له سيف خلينا نروح على الشيب هيت لما بتتدمر شيب يعني انا لما بنأذى وانا خلقناها شيب هيت لما انا بنأذى لما انا بنأذى if self state dot chip left positive يعني انا انأذيت انه هون minus 1
تحت نقص لي الحياة تاعوني، أوكي؟ نقص لي الحياة تاعوني، صح؟ shape left minus one كمان self dot sb dot prep underscore shapes. ما أنا لازم نقص الصور من هاو الصور تاعون الحياة، أوكي؟ لازم نقص الصور من الصور تاعون حياة. control s وخلينا نشوف نهاية هيد الجيم تاعتنا. enter for range invalid syntax. وموجودة بسكور بورد، بسكور أول شيء هيدي خليني أعملها كمان سيف بسكور بورد. في عندي فانكشن يمكن هلا خلقتها فور شيب نمبر إن رانج سيلف دوت ستيت دوت شيب ليفت، يمكن لأني ما عملت لها سيف، خلينا نتأكد. انتر، أوكي. اللي عم يقول لي هون line from ship number in range self state ships left، مفروض ما يكون في error for ship number in range self dot states dot ships underscore left. خلينا نتأكد منه بالسكور بورد. from كاتب from four ships. خلينا نعمل control s، نرجع نعمل run لألا، مفروض ما يصير في error. name cell is not defined، هي self. الgame states مفروض يخر شيء self هون في self، اوكي. أغلاط كتابية يعني معك تعمل هيك، مفروض هلأ تمشي، كمان ما مشيت. scoreboard has no attribute sunt scoreboard بالlevel image scoreboard بالlevel image ننجح هيدا بالlevel للimage prep level level str مفروض هون level str background self font مش صمت. control s كمان خلينا برا ان شاء الله ما يكون في error. self is not defined بالlevel image نفسه بالlevel image في self هي self مظبوط هون self اوكي. للمرة الأخيرة على أمل ما يكون في error ship scoreboard has not attribute ship okay self dot ship dot add ship لازم يكون ships I think وموجود بس نتأكد scoreboard has not attribute ship لما قلنا ship dot add للship draw I think prep ships okay prep ships prep ships مفروض هون chips control s كمان خلينا نعمل run حلا يعني scoreboard has no attribute ship اوكي بالعكس من برا ships ومن هون ship لأنه نحن عم نعدل كنا على ship وهو الجروب ships اوكي control s كمان نعمل run على امل واخيرا اوكي نفس play button اقوص عليهم خليني اخسر لشوف شو بيصير عندي أنا بالليفل 1 كمان عم كفي بالسكور تاعي لحتى أخسر أوكي
كفي بالسكور تاعي لحتى اخسر. المفروض اذا لازم اربح انا هيدي اللعبة، نشوف الليفلز كمان اذا عم تحركوا او لا. اوكي settings هوس not attribute score underscore scale، عم نظبط كل شيء هلا اجمالا. score underscore scale طيب اذا مطلع علي هون aliens points self aliens points مضروب ب self score scale، ما اسمه score scale، خلينا نشوف شو اسمه. خلينا نحن اول شيء كنا speed up scale score، ما اعطيناها scale speed up scale، مفروض هون speed up scale control s نعمل run، خليني اربح اللعبة بسرعة. ما سبناها. اوكي سيلد از نوت ديفاين، موجوده بالالين انفيجن. تشيك بوليت الين كوليجن، تشيك بوليت الين كوليجن، منيح هيدا عم ظبط الكود كلياته، بصير معكم شغال 100%. تشيك بوليت الين كوليجن، اذا بنبرم عليها الين كوليجن، في عندي هون سيلد هي سيلف. اوكي مفروض هلا ما في ولا ايرور. طيب هيك بنكون نحن عملنا الجيم تاعتنا، خلقنا الجيم تاعتنا اللي قادرين من خلالها نلعب نشوف الحياه نغير فيها نشتغل على اساسها. اوكي اللي انتم قادرين تعملوه ما بس تبنوا هيك، ما بس تبنوا سكور عادي عم بلشوا فيه، قادرين تطوروا اللعبه بشكل اروع بكثير، يعني الباك جراوند تغير مثل الفضاء مثلا، تغيروا الاشكال اللي عم نلعبها، تخلقوا اشياء معينه، تخلقوا البولتس معينه، تعملوا ديزاين لا تغيروا كثير اشياء موجوده فيها. اوكي مش بس اللي نحن عم نعمله، في كثير اشياء هسه بتتطور بالجيم تاعتنا، فبتمنى من الجميع يضل يشتغل عليها، يضل يتطور فيها، يضل يجرب اكثر واكثر بالفانكشنز، مثل ما نحن كنا عم نتبع انه ايرور صغير بنطلع عليه بنشوف وين هو بنروح عليه بنعدل عليه، يعني الايرورز ما حيكون كثير كبار. اوكي هي كلمه مقطشين حرف او شيء تمام، فبتمنى من الكل يضل يشتغل على هالمشروع، يضل يطور فيه ليخلق الجيم الخاصه فيه هو بالبروبرتيز تاعونه، هو البروبرتيز يلي هو قرر يكونوا فيها، مثل انه خسر ثلاث حيات هلا يطلع له جيم اوفر مثلا او شيء، او تراي اجين وكذا وفيس او جيف ايمج وشيء. اوكي يعني في كتير اشياء هسه نطور باللعبه، بتمنى الدلو اللي بيحب يشتغل كبايثون جيم يقدر يتطور بالجيم، لانه كل مره عن مره حيتعلم اشياء جديد واشياء اروع يشتغل فيها. بتمنى من الكل يكون عجبه الفيديو ويعمل سبسكرايب وشير للفيديو اوكي ليوصل لكل الناس. ثانك يو لكم جميعا.